إذا كنت تشعر بالخوف فالكتاب المقدس يقول لك في المزمور 27: الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أفزع. لك قال قلبي أطلب وجهي ووجهك يا رب أطلب. الخوف هو أكبر رباط إحنا بنربط فيه حياتنا، بيخلينا ننشل كلياً ونخلينا ما نتقدمش في أي شيء لأنه إحنا خايفين. لكن في اللحظة اللي أنا بتأكد وبآمن إنه الله هو الحصن تبعي اللي حاميني وساترني، اللي أنا بين إيديه، الخوف ما بقدر يتسلط علي ولا يتسلط على حياتي. علشان هيك خليكم أمنين إنه ربنا أقوى من كل شيء وهو القادر على كل شيء. الميلاد فرح، انزع عنكم كل خوف في حياتكم.